إذا بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة الجزيرة الرياضية، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الذي يجمع استقلال طهران الإيراني مع الريان القطري في دوري المجموعات في استاد أحمد بن علي بنادي الريان. نلعب ضمن أحداث الجولة الأولى والمجموعة الرابعة من عمر هذه البطولة. طبعا فريق الريان الذي لم يتمكن من الفوز على الإطلاق على فريق استقلال طهران، لا في بطولة أندية آسيا أبطال الدوري ولا في دوري أبطال آسيا على الإطلاق، مني بالهزائم، واليوم هو يلعب على أرضه ما بين جمهوره، طبعا فقد فرصة المنافسة على لقب الدوري. نشاهد واحد من أفضل المدربين في كرة القدم الإيرانية حاليا، المدرب الذي توج مع فريق استقلال طهران ببطولة الدوري الإيراني لكرة القدم. إذا بسم الله نبدأ مع صافرة البداية، إذا والبداية من جانب فريق استقلال طهران، وطبعا الفريق الإيراني الفريق الذي سبق وأن لعب هنا في السنة الماضية في 6 مارس 2012 في هذا الملعب مباراة الذهاب، وطبعا يومها الريان خسر في الوقت بدل الضايع أمام فريق استقلال طهران أمام ولعب غوران جوكوفيتش اللاعب الذي تمكن من إحراز الهدف في ذلك اللقاء. استقلال طهران على أرضه كذلك فاز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة مباراة الإياب التي جمعت الفريقين في نهاية اليوم. فريق الريان الفريق القادم من التعادل في المباراة الماضية بهدفين لمثلهما أمام فريق الخريطيات، 2-2 انتهت المباراة الماضية في الدوري القطري. وطبعا فريق الريان الذي يعاني كثيرا حاليا، فقد المركز الثالث ذهب إلى المركز الرابع ب 33 نقطة، الصدارة تبقى للست ب 43 نقطة، والإخوية يلي بعد ذلك ب 39 نقطة. بالنسبة لفريق استقلال طهران في الصدارة أنهى موسمه في الدوري الإيراني ب 56 نقطة. وبالمناسبة فإن الفريقين في الموسم الماضي احتلا المركز الثالث في دوريات التي يشاركوا فيها في الدوري القطري، ريان احتل الثالث، استقلال طهران في الموسم الماضي احتل الثالث، ولكن في هذا الموسم الريان يتحول للمركز الرابع مبدئيا وحاليا، في حين ان فريق استقلال طهران يتوج بلقب بطولة الدوري الإيراني لكرة القدم. اذا هو مرتاح نوعا ما، مركز ويركز فقط على هذه البطولة. وطبعا دييغو أغيري يأمل أن يحقق الانتصار في آخر أو في أول مباراة بالنسبة له في دوري أبطال آسيا، ينسى بطولة الدوري القطري لأنه فقدها، يمكن لو بركز على البقاء في المربع الذهبي المنافسة والمشاركة في بطولة كأس ولي عهد دولة قطر. طبعا بالنسبة لحالة الجو، الجو رائع حقيقة، والجو يساعد اللاعبين على اللعب في مثل هذه الأجواء. الكرة إذا تلعب بشكل سريع من جانب عبد الكريم العلي يلعبها إلى الأمام، والكرة تتحول لخارج الملعب في النهاية إلى رمية تماس. هذا هو فابيو سيزر قائد فريق الريان، والريان يهدد بثبات بفابيو سيزر بنثان أوتافيو بليونغ تشوبينيلمر وبروديغو تباتا. الأسماء هذه يعني تهدد بنوع أو بشكل أو بآخر أي فريق إلاقي، لكن للأمانة في بعض الأحيان، وهذه متابعة لفريق الريان، شوف الريان في بعض المباريات يقدم أداء يعني خيالي، أداء جميل ورائع، لكن بعد ذلك يأتيك يفجعك، مش بس يصدمك إلا يفجعك بالأداء المأساوي اللي قدمه. وكان الفريق يلعب بشكل مزاجي، بشكل ما تدري بالضبط إيش هو الخطأ. إذن يحتسب رودريغو تباتا في الحديث مع حكم المباراة. نشاهد من جديد الخطأ، بنيامين ويليامز إذن يحتسب الخطأ، وطبعا من باب الشيء بالشيء يذكر،
فإن الحكم بنيامين ويليامز الحكم الأسترالي هو من حكم مباراة الذهاب ما بين الفريقين على هذا الملعب في الموسم الماضي التي خسر فيها ريان 1-0، هو الآن من يحكم نفس المباراة. الكرة إذن إلى خطأ وضربة حرة مباشرة مع فريق استقلال طهران الإيراني. حاليا حكم المباراة يضبط المدافعين في داخل منطقة جزاء حامد إسماعيل، والخطأ ينفذ، ملعوبة عالية والكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى في النهاية. المحاولة الماضية بجانب اللاعب مجتبى جباري، الكرة تحولت إلى ركلة مرمى في النهاية. شاهد من جديد الكرة، الخطأ الماضي والرأسية التي تأتي من جانب اللاعب شيفان أكبر بور في اللقطة الماضية، والكرة إلى ركلة مرمى تتحول. طبعا فريق الريان هو قادم من تعادل بهدفين لمثلهما أمام فريق الخريطيات في المباراة الماضية. وشوف الغريب العجيب في المباراة اللي قبل المباراة اللي تعادل فيها الريان، أي في الجولة قبل الماضية، فإنه فاز على السد 4-1. لذلك أنا أرجع وأقول لك أداء فريق الريان مزاجي للغاية. في بعض المباريات يأتيك يقدم مباراة لا توصف، مباراة خيالية، ويأتيك في المباراة التي تليها يفجعك حقيقة بالأداء اللي قدمه، مما يجعل الواحد يعني يفكر ما بال الريان، ما الذي يحدث في الريان، أين المشكلة في الريان، ما تدري. الخطأ إذن، وهذا هو اللاعب الفارو، اللاعب الأوروغوياني القادم طبعا على سبيل الإعارة من فريق شيكاغو فاير في الدوري الأوروغوياني. 27 سنة يبلغ من العمر، تم اختياره من قبل المدرب الأوروغوياني دييغو أغيري، المدرب الذي يقود فريق الريان. رمية التماس إذن يترك اللاعب كروجو حيدري، وفريق الاستقلال يدخل المباراة ضاغطا ساعيا باحثا عن إحراج الريان. رمية التماس مع حسن أشجاري، ينفذها بشكل سريع، ملعوبة عالية خطيرة، كمر بشكل سريع إلى خارج الملعب. المحاولة الماضية من أرش برهاني في اللقطة الماضية كاد أن يبرهن ويبصم على أول أهداف اللقاء في الكرة الماضية. لاحظ رمية التماس برهاني وليونغ جو، والكرة إلى خارج الملعب، هي إلى ركلة مرمى، أعتقد تحولت لصالح فريق ريان. هذا هو دييغو أغيري، وهذا هو اللاعب برهاني، اللاعب المهاجم صاحب 28 سنة ولاعب المنتخب الإيراني لمدة 3 سنوات من 2006 حتى 2009. خطأ آخر إذن يحتسب لصالح فريق استقلال طهران، يعني الفريق الإيراني القادم من 7 انتصارات وتحقيق لبطولة الدوري الإيراني، 8 آخرها طبعا هذه السنة. عندك على الصعيد الآسيوي يعني حقق هذه البطولة مرتين في عام 70 و71، الوصافة مرتين كذلك في 92 و99، وطبعا حقق المركز الثالث مرتين في 71 وفي 2002. يعني الزمن الجميل أعتقد بالنسبة للفريق هو كان في فترة السبعينات. الكرة إذن تلعب بشكل سريع في الجهة اليمنى من ملعب المباراة، محاولة وتغطية كذلك موجودة من جانب عبد الكريم العلي في اللقطة الماضية، والكرة إلى ركلة زاوية لصالح الفريق الإيراني. اللاعب خسرو حيدري في اللقطة الماضية، هنا المحاولة الماضية من أرش برهاني في اللقطة الماضية، والكرة التي تحولت إلى ركلة مرمى، الآن ركلة الزاوية. تلعب الكرة عالية، محاولة خطيرة، ممكن التسديدة تأتي، محاولة المرور على الكرة الوراء لكنها بالخطأ، تعود من جديد مع رودريغو تباتا، حاليا يمتلك الكرة، يلعبها إلى ليونغ جو في أقصى اليمين، يلعبها إلى الأمام، هنا المحاولة. طبعا فريق الريان ومشاركاته في دوري أبطال آسيا، يعني خلينا نقول مشاركات ذات دخل محدود، ذات دخل محدود، يعني الفريق
تأهل إلى هذه البطولة 4 مرات، وهذه المرة الخامسة، والفريق يعني في الـ4 بطولات الماضية يخرج من دور المجموعات. يعني وجوده يعني مثل يأتي لزيارة البطولة ليغادر منها في الدور الأول من دور المجموعات، طبعا يغادر من البطولة، هو دور أشبه بالدور التكميلي للفرق الموجودة في هذه البطولة. وهذا اللام ما حد يتمنى حقيقة، ما يتمنونه لا جمهور الريان ولا عشاق الكرة القطرية على الإطلاق، لأنك عندما تقارن حال الريان من ناحية الجمهور والقاعدة الجماهيرية الكبيرة، من ناحية الأسماء التي يمتلكها، من ناحية الإدارة، من ناحية المدربين، من ناحية الملعب، من كل شيء حقيقة، من المحترفين، كل شيء، تقول والله الفريق ما ينقص شيء على الإطلاق حتى يحقق مثلا إنجاز أو يصل، ما بال الآخرين الذين وصلوا وحققوا البطولة في الدوري القطري كفريق الست، كفريق مصلال الذي في أول مشاركة له وصل إلى الدور نصف النهائي، بالنسبة للغرافة إلى وصل إلى الدور ربع النهائي، يعني ما بال الآخرين. إيش معنى لما يأتي الوضع على الريان؟ الريان ما يسوي شيء على الإطلاق، حضوره من عدم في هذه البطولة 1، خسائر، وإن نجح فسيخطف تعادل. لذلك الآن هو على المحك ومطالب من قبل الجمهور ومن قبل عشاق الكرة القطرية بأن يحقق شيء، لكن الواضح أمامنا ما في شيء. هناك محاولة هجمة خطيرة والتصدي من عمر باري يأتي بعد ذلك. يعني للأمانة فريق الريان في 11 دقيقة الماضية ولا زيارة حققها لمرمى فريق استقلال طهران، وإحنا نقول الله يستر من الخطاء التي تنجو من اللاعبين. يعني أمس فريق الجيش مع الشباب الأهداف أتت، يعني الفريق لم يقدم المستوى على الإطلاق، أخطاء بالجملة، أخطاء فردية تسبب بالأهداف، وفي النهاية عاد بصفر من النقاط، وخطأ يحتسب لصالح الريان حاليا، أول خطأ، ورودريغو تباتا يتحصل على الخطأ في النهاية كما نشاهد في اللقطة الماضية، ضربة حرة مباشرة إذن تحتسب والخطأ. شاهد الأخطاء، يا ساتر على هذه الأخطاء، كيف تأتي الأخطاء بهذا الشكل والطريقة من لاعب محترف مثل نفان؟ يعني الله سلم مرمى الريان من اهتزاز الأشباك الشباكة بخطأ قاتل من جانب الدفاع. الخطأ إذن، وهذا نفان أوتافيو، ورودريغو تباتا وفابيو سيزر، واحد منهم بينفذ الخطأ. حارس المرمى إذن يستعد، الحارس مهدي رحمتي، الخطأ مع الريان، أول اختبار بالنسبة لحارس المرمى الإيراني رحمتي حاليا. فابيو سيزر ورودريغو تباتا حاليا وفي انتظار تنفيذ الخطأ، حكم المباراة يأمر بتنفيذ الخطأ، إذن بنيامين ولد يأمر بتنفيذ الخطأ، ملعوب، وين يا تباتا؟ تباتا أرسلها بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. شوف الخطأ الماضي الذي ارتكب على اللاعب أمير حسين، الكرة إذا تعود من حامد إسماعيل يعيدها إلى ناثان أوتافيو في الجهة اليسرى، ملعوبة من جانب اللاعب السهرون في اللقطة الماضية، تصل الكرة إذا من جديد في الجهة اليسرى، إبعاد وتدخل من الدفاع فريق الاستقلال طهران، كرة تعود إلى حارس المرمى أمير أحمدي اللي شتتها بدورة، تعود إلى منتصف الملعب. يعني الآن بدأ الريان يعود من جديد ليتنفس، نعم يتنفس يعني شوي، ولكن بصعوبة حتى الآن، لولا الخطأ الماضي لما شاهد الريان يعني في محاولة. هنا محاولة خطيرة أخرى من جانب استقلال طهران في أقصى اليسار إلى الأمام، تنقطع، حامد إسماعيل يلعب الكرة إذن في أقصى اليسار، توصل إلى رودريغو تباتا، إلى فابيو سيزر، يعد الكرة إلى الوراء في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. هناك الهلال يتقدم على العين بهدف دون رد في القطارة. هنا محاولة إذن من جديد من جانب اللاعب نيلمار دا سيلفا، تنقطع منه وتشتت في النهاية لتعود إلى أقصى اليسار، تلعب الكرة إذن من جديد، كرة إذن طويلة تلعب في الجهة اليمنى مع خسرو حيدري،
الحضور الجماهيري بالنسبة للريان مش هو الحضور المأمول. أنا أعرف والجميع ومن يتابع الكرة القطرية يعرف أن جمهور ريان أكبر كقاعدة جماهيرية، لكن ما نشوف الجمهور اليوم يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا ونشوف جمهور، يعني ما تدري وين الجمهور، وين الجمهور الرياني. هنا محاولة خطيرة، السقوط وخطأ آخر. الآن الخطأ بعد السقوط اللاعب نيلمر دي سيلفا. شوف المدرب صاحب 48 سنة، لاحظ الدخول الماضي الذي كان اللاعب المحترف والقادم من ترينيداد في الكرة الماضية، والتدخل الاحتكاك هنا تباتا في الخطأ الماضي، وما تدري عاد عن تباتا الآن. أول مرة ضاعت، ثاني مرة بتجي خطيرة بتكون، بتضيع بتبين، وبنشوف ومنه فيهم بينفذ الخطأ، فابيو سيزر ولا روديغو تباتا. الانتظار والتحفز، وأميري أمير أحمد يستعد. تباتا أعتقد هو من سينفذ الخطأ مرة أخرى. تباتا وحكم مرة يرتفض الخطأ، يا فابيو يا تباتا، تباتا ملعوبة، الكرة إلى خارج الملعب. هالمرة أحسن من المرة الماضية، الكرة مرت بجانب القائم الأيمن إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى في نهاية لصالح استقلال طهران. هذه غير عن الماضية، غير عن الكرة الماضية. شاهد من جديد الكرة الماضية التي كانت والتي تحولت إلى خارج الملعب. الريان لم يصل إلى مرمى فريق استقلال طهران إلا بالأخطاء الثابتة، غير ذلك لا، لم يتمكن حتى الآن. دقيقة 16 من عمر شوط المباراة الأول، الكرة تقطع من دانيال جومو، توصل الكرة إذا من جديد في الجهة اليسرى لويد سامويل اللاعب القادم من ترينيداد أند توباغو. هنا محاولة أخرى تأتي من جانب فريق استقلال طهران من أقصى اليمين، المحاولة العرضية تلعب عالية أقرب إلى عمر باري في النهاية. عمر باري يلعب الكرة في الجهة اليمنى من ملعب المباراة، دانيال جومو معه الكرة يلعبها للأمام، المحاولة إذا مستمرة توصل من جديد محمد إسماعيل. هنا تباتا إذا معه الكرة حاليا يلعبها، وغير لعب في أقصى اليسار، تلعب إلى عبد الكريم العلي مقطوعة منه، تبقى إذا مع فريق استقلال طهران أكثر تنظيما، يعني الأكثر ثباتا أكثر تركيزا حتى الآن. خطأ إذا يحتسب لصالح فريق استقلال طهران بعد السقوط اللاعب أرجاء برهاني في الكرة الماضية. شاهد من جديد الدخول الماضي الذي كان، هذا هو عبد الكريم العلي. طبعا عندك فرهاد مجيدي يغيب ويفتقد فريق استقلال طهران، هو موجود على دكة البدلاء حتى الآن، يعني ما دخل وما تدري كيف بيفكر المدرب، يعني هو الذي سبق وأن لعب مع فريق السد في عام 87 حتى 89 وحقق بطولة، بطولة الدوري وبطولة كذلك الدوري القطري في فريق السد في ذلك الوقت، لكن ما كان مع الفريق في 89 بطولة دوري أبطال آسيا. طبعا لعب في فريق السد وإنجازاته طبعا جيدة. هو اللاعب الذي كان يلعب في خط الوسط في السابق، وطبعا شعار الفريق عنده حط نجمتين تعني بطولتين، بطولتين دوري أبطال آسيا. الكرة إذا ملعوبة في الجهة اليسرى من ملعب المباراة، تتحول مرة أخرى مع فريق الاستقلال. خسرو حيدري يلعبها الأمام، محاولة ممكن تكون خطيرة، خروج من عمر باري يأتي بشكل سريع، محاولة كانت موجودة. الكرة إذا توصل مع فابيو سيزر حاليا، مع الكرة فابيو سيزر، تشويونغ مع الكرة يلعبها إلى اللاعب ناتان أوتافيو في أقصى اليمين. هنا ألفارو الكرة تتحول إذن مرة أخرى في الجهة اليمنى، والكرة إلى خارج الملعب، كرة إلى رمية تماس
رمية التماس. إذن فريق الريان آخر بطولة شارك فيها في دوري أبطال آسيا كانت في عام 2012 في الموسم الماضي. هو طبعا حاليا هو يشارك هو في 2010 مع في بطولة الاتحاد الآسيوي، وطبعا وصل دور 16 وغادر البطولة. الكرة إذا تتحول من جديد في الجهة اليمنى من ملعب المباراة بإجمال منتظري. هنا المحاولة تعود إلى الوراء، مجتبى جباري ينقلها إلى منتصف الملعب بشكل سريع، هذه المرة مع اللاعب أمير حسين صادقي، وتمويل إذن يلعبها في أقصى اليمين. إذن 20 دقيقة على انطلاق شوط المباراة الأول في طريقها إلى نهاية. الكرة مع عبد الكريم العلي حاليا يرسلها إلى الأمام، وفي خطأ كذلك موجود يذهب لصالح فريق الريان. شاهد من جديد الخطأ الماضي عبد الكريم العلي، والتدخل كذلك من جانب اللاعب خسرو حيدري اللاعب المدافع المتقدم. الكرة إذن تلعب من جديد في الجهة اليمنى أقرب إلى حارس المرمى مهدي رحمتي. ومهدي رحمتي طبعا 30 سنة، حارس المنتخب الإيراني من 2004، لعب فريق سبهان السابق ومش كرمان، ولعب فريق فجر سيباسي كذلك. كرة إذن تعود إلى عمر باري، كرة إذن توصل مع نفان أوتافيو، كرة تتحول في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. هنا محاولة وانطلاقة تأتي كذلك في أقصى اليسار، المحاولة للمرور والكرة تمر، ومحاولة خطيرة إذن تأتي من جانب اليمين منتظري، محاولة أخطر ملعوب برهاني إلى سامويل يعيدها الوراء، تعود مرة أخرى مع حسين الشجاري. تغيير كامل اللاعب إذن في الجهة اليمنى من ملعب المباراة، تتحول الكرة إذن من جديد في أقصى اليمين، المحاولة للانطلاق هو المرة التسديدة تأتي لكنها سهلة عند حارس المرمى عمر باري في النهاية. تفاد نيكونام في التسديدة الماضية التي كانت، وجواد نيكونام لاعب فريق الشارجة السابق، لاعب الوحدة السابق، لاعب أوساسونا الإسباني من 2006 حتى 2012، هو لاعب استقلال طهران من 2012 طبعا 32 سنة يبلغ من العمر، و13 سنة مع المنتخب الإيراني، 134 مباراة و34 هدف مع المنتخب الإيراني. عمر باري إذا مع الكرة، نشاهد الجماهير الإيرانية المتواجدة في ملعب المباراة في السويد. أحمد بن علي تتواجد على يمين المقصورة الرئيسية، هذا هو عمر باري. الكرة إذا تلعب من جديد في الجهة اليمنى من ملعب المباراة، هنا محاولة من جانب حامد إسماعيل، السقوط والخطأ يحتسب لصالح الريان، هذا الخطأ الثالث. تبات لعبها ونفذ الخطأ مرتين، يقولون الثالثة ثابتة. دييغو أغيري بنتكلم عنه من ناحية فنية، لكن خلينا نشوف الخطأ الحين. عدل الكرة صارت عند فابيو سيزر في تنفيذ الخطأ إذا لصالح الريان. فابيو يلعبها عالية، أبعدها حارس المرمى رحمتي، كرة خطيرة من جانب فابيو سيزر. شاهد الخطأ الذي تحصل عليه حامد إسماعيل، وبعدها فابيو سيزر في إبعاد للكرة في تنفيذ الخطأ، وإبعاد رحمتي إلى ركلة الزاوية تتحول لصالح الريان،
أول ركلة زاوية في هذا اللقاء لصالحي فريق ريال ترف من تباتا ملعوبة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى تتحول في النهاية. كرة إلى ركلة مرمى ليونغ جو إذن في الرأسية الماضية. شاهد من جديد الخطأ الماضي. هنا فابيو سيزر. شاهد من جديد. طبعا في لقاء آخر بالنسبة للفرق القطرية اليوم. فريق الغراف القطري يلاقي الأهلي لجدة السعودي. الخطأ إذا لصالح فريق استقرار ينفذ الكرة مع ناثان أوتافيو إلى عمر باري يشتت الكرة بشكل سريع. شوف دييغو أغيري كمدرب ممتاز وجيد، لكن في مشكلة عنده. مشكلته أنه هو من ناحية تكتيكية ومن ناحية استراتيجية يعني لا يعلى عليه كمدرب، لكن يفقد شيء مهم إضافة إلى هذا كله، يفتقد الشخصية القوية. ما عنده ذيك الشخصية القوية اللي يقدر يمسك من خلالها فريق الريال، على عكس باولو أتوري يمتلك الشخصية القوية، لكن ما عنده ذيك يعني ما عنده الفكر اللي يمتلكه دييغو أغيري. مع أنه يعني هذا يعني أكبر من الثاني، أتوري أكبر من أغيري. هنا محاولة خطيرة، وين 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 ضاعت على نيلمر، ضاعت على نيلمر اللقطة الماضية. محاولة جيدة مثل هذه الفرص نقول مفروض انها ما تضيع، نقول انها ما تضيع، يفترض انها لا تضيع، لكنها ضاعت في النهاية. الكرة على العموم تلعب في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. الكرة اذا مع استقلال طهران الايراني في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. فريق استقلال طهران الفريق الذي بدأ المباراة ضاغطا مهاجما ساعيا باحثا عن هدف أول، تراجع بعد ذلك. الكرة باتت في منتصف الملعب. الريان حاول الاعتماد على الأخطاء الفردية وعلى الأخطاء والكرات الثابتة، لم يتمكن، هدد شيء بسيط لكن ما تمكن من أحد هدف حتى الآن. هنا محاولة لوجد التسلل، خطيرة 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 العرضية هذه من تسديدة، جول أول في اللقاء من لويد سامويل، جول أول لصالح استقلال طهران الإيراني. الضربة الأولى يتلقاها الريان في أرضه وعقر داره، لاحظ ما الذي حدث، راح انطلق يغرد وحيدا اللاعب الإيراني في اللقطة الماضية. مجتبى جابري لعبها بشكل ممتاز. شوف أربعة مدافعين، خمسة مدافعين من الريان، واحد بس اللي هو اللاعب القادم من توباغو، اللاعب جويد سامويل. وعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق عندما ننتقد فريق الريان، يعني للأمانة ننتقده، نقول شلون فريق الريان يحقق نتائج مذهلة في الدوري القطري ولما يخرج خارج الدوري القطري نتائج مفجعة. لا والله، مش بس الريان ولا بس إلا الكرة القطرية بشكل عام تقريبا كلها، من المنتخب القطري إلى منتخب الفئات السنية إلى الأندية، باستثناء بعض الحالات الشاذة للأندية التي حققت بطولات كالسد وأم صلال والغرافة في وقت من الأوقات، لكن يعني أين الخلل؟ هذا هو السؤال. هنا هجوم وانطلاق سريعة عرضية اللعب. ممكن الثاني ممكن الثاني، والمحاولة لا تزال موجودة، عرضية اللعب تضيع. والله الله ستر على الريان من الجول الثاني، الله سلم وستر على الريان من الجول الثاني. كرتين في العارضة، هالمرة العارضة شالت كرتين.
لكن الحين الكرة لا تزال في الملعب، عرضية ملعوبة، إبعاد سريع، لكن الهجوم والضغط لا يزال موجود من جانب استقلال طهران. تعود مرة أخرى مع اللاعب الفارو، حاليا الفارو مع الكرة يلعبها لرودريغو تباتا. إذن الريان يتلقى الصعقة الكهربائية الأولى من اللاعب القادم من بعيد جدا، قادم من ترينيداد وتوباغو من القارة الأمريكية الجنوبية أو من الدول اللي يسمونها طبعا دول إقنوسيا هناك. وعاد في النهاية الريان على أرضه يتلقى أولى الضربات وأولى الصعقات بعد يعني خلينا نقول خطأ قاتل. كان 4 إلى 5 لاعبين من الريان مقابل 2 من فريق استقلال طهران. ما الذي يحدث؟ هل يعني أين الخلل؟ يعني للأمانة في بعض الأحيان أجلس وأتساءل وغيري يتساءل والناس تتساءل، أين الخلل في الكرة القطرية؟ اسمعنا يعني على كل ما تمتلك الكرة القطرية، لكن النتائج الخارجية 0. الأسماء حتى أشوف فريق الريان عنده من ناحية الأسماء يعني هذا أمر غريب. نيلمر، ناثان، جو يونغ، روديغو تاباتا، فابيو تيزر، عنده أسماء يعني أسماء الفارو كذلك الرجوان يعني أسماء تخوف. هنا طبعا خطأ وكبربور يتلقى الإنذار وضربة حرة لصالح الريان. يعني هذه الأسماء موجودة في حين أن فريق استقلال طهران ما عنده لهذا اللاعب. عندي لاعبين 2 اللي هو القادم من توباغو اللي هو صاحب الهدف سامويل، واللاعب الآخر قادم من بوليفيا هو فيسنت أريز وموجود في دكة البدلاء. شو السالفة؟ وين الأسماء هذه؟ الحين يعني لا يزال هناك شوط ثاني ولا يزال هناك أقل من ربع ساعة الشوط الأول، والآن خطأ مع روديغو تباتا حاليا في انتظار تنفيذ الخطأ. تباتا إذن يستعد لتنفيذ الخطأ حاليا، تحرك ودربك في داخل منطقة الجزاء. الخطأ مع تباتا ملعوبة تمر وتشتت، الخطورة لا تزال موجودة في أقصى اليمين، محاولة التشتيت تلعب الكرة إذن مرة أخرى في أقصى اليسار، ملعوبة هجمة إلى الأمام وتغطية دفاعية موجودة من جانب اللاعب عبد الكريم العلي، تتحول مرة أخرى مع تشويونغ الذي يسقط يفقد الكرة. إذا النتيجة هدف دون رد لصالح استقلال طهران في افتتاح المجموعة الرابعة والجولة الأولى من هذه البطولة. أول نصف ساعة لشوط المباراة الأول تشهد هدف من لويد سامويل. فابيو سيسر إذن يعيد الكرة الخلف موسى هارون إلى الفارو. تعود إذن الكرة مع تشويونغ إلى الجهة اليسرى، فابيو سيسر يلعبها، عبد الكريم العلي معها الكرة في مراقبة موجودة من جانب اللاعب خسرو حيدري. الكرة إلى منتصف الملعب مع الفارو حاليا اللاعب الأوروغوياني. الفارو ينقلها إلى الأمام باتجاه اللاعب دانيال جومو إلى أقصى اليمين مع حامد إسماعيل. حامد معها الكرة حاليا، تلعب إلى الأمام والمحاولة الكرة مقطوعة، يسقط الفارو والهجوم ليس متواصل، فقدان الكرة في النهاية من دانيال جومو، لتعود الكرة مرة أخرى لصالح فريق استقلال طهران. الكرة إذن تتحول من جديد، فابيو سيسر يلعب إلى دانيال جومو في أقصى اليسار، المحاولة إذن موجودة ومستمرة من أقصى اليمين. جومو يحاول جومو، الكرة إذن تعود إلى الخلف من جديد لحامد إسماعيل، هنا محاولة إذن توصل والانطلاقة تأتي كذلك. في صفر إذن وخطأ كذلك، الخطأ إذن موجود. شوف من جديد الخطأ الماضي الذي كان المخالفة إذن والخطأ. الخطأ إذن موجود.
الكرة إذن في الجهة اليسرى من ملعب المباراة ملعوبة. هنا المحاولة إذن من جديد. الكرة إذن تتحول من جديد من جانب. مع الفارو في منتصف في ملعب المباراة. تعود الكرة إذن من جديد في أقصى اليسار. الهجوم يأتي من عبد الكريم الحالي ملعوبة إلى الأمام ولكن الكرة إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب طالت على رودريجو تباتا إن لم يعمل شيء فريق الريان. يعني شوف الهدف شوف الهدف والله تقريبا حدود 6 لاعبين تقريبا 6 و3 من جانب ضعف. يعني أهم شيء أن العدد عدد لاعبي الريان ضعف عدد لاعبي استقلال طهران لكن الهدف يأتي رغم ذلك على فريق الريان. الكرة إذن تلعب من جانب سامويل في أقصى اليمين. طبعا فريق الاستقلال طهران كما استفنى حسم الدوري الإيراني في جولة الأخيرة طبعا بعد أن حقق فوز على صنعة نفط عبدان 2-1 اللقاء الذي لعب في استاد أزادي. في الموسم الماضي وقبل الماضي واللي قبل الماضي سبهان اصفهان حقق بطولة الدوري 3 مرات بشكل متتالي. عندك فريق بيروزر الإيراني هو بطل بطولة الدوري الإيراني لكرة القدم بأكبر عدد بطولات 6 بطولات يليها استقلال طهران ب5 بطولات. الكرة تلعب إذن من جديد في الجهة اليمنى ممكن التسديدة لا والله تبات يلعبها وين 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 خطيرة جول 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 أوه ركلة جزاء لصالح الريان. حكم المباراة إذن يحتسب ركلة جزاء بنيامين ويليامز وأمير قلعة نوعي يتابع شاهد من جديد الكرة الماضية ونلمر يلعبها وهنا المحاولة التسديدة من دانيال جومو. والله شوف يعني أنا ما راح أتكلم عن هذا الموضوع دائما يقول لك من اتجه لمن الكرة اتجهت للاعب أو اللاعب اتجه بيده إلى الكرة. أنا يعني للأمانة الكرة اتجهت إلى اللاعب مش العكس لكن هذا الموضوع يعني مجرد رأي في النهاية والقرار الأول والأخير لحكم المباراة والزملاء في الاستوديو. تباتا بيجيب التعادل تباتا يجيب التعادل يجيب التعادل وتباتا يا تباتا تباتا جول التعادل لصالح الرهيب الريان سجل التعادل لصالح فريقه عن طريق رودريجو تباتا وتباتا يسجل أول أهداف الريان في هذه البطولة لموسم 2012-2013. شاهد من جديد الهدف كرة قوية للغاية تحولت إلى الشباك مباشرة ومنها أول أهداف هذا اللقاء لصالح فريق الريان. التعادل إذن بهدف لمثله الريان يعود إلى نقطة البداية وفي خطأ أيضاً يحتسب في خطأ يحتسب لصالح فريق استقلال طهران. شاهد من جديد الخطأ الماضي الذي كان الخطأ الماضي الذي كان موجوداً. الكرة ملعوبة في أقصى اليسار تلعب والمحاولة مستمرة ولكن الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. إذن هذا هو خسرو حيدري المدرب الهادي المدرب اللي يتابع أكيد بكل كلا المدربين عندهم رأي ثاني عندهم تعليمات وتوجيهات كذلك. خسرو حيدري إذن ورمية التماس حاليا تلعب عالية في داخل منطقة الجزاء إبعاد سريع يأتي وفابيو سيزر يشتتها بشكل خاطئ والكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب وإصابة فابيو سيزر نتمنى له السلامة
نتمنى له السلامة فابيو سيزر. شاهد من جديد مصادة الأمانة مصادة 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 ولا قرب منه ولا قرب منه ما قرب منك يا فابيو سيزر. والابتسامة تأتي بعد ذلك. هو حاول أنه يبحث يعني عن إنذار. التمثيل موجود في عالم كرة القدم، من أشهر لاعب إلى أقل لاعب، من أفضل فريق إلى أسوأ فريق، التمثيل موجود في عالم كرة القدم. الآن في لاعب يونس حالي بيدخل، يعني القرار بيأتي من دييغو أغيري، تكتيكي بالدرجة الأولى، لكن بيسحب من بيسحب من الكرة. إذن تعود من جديد في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. هنا تنقل الكرات من جانب لاعبي استقلال طهران. كرة إذن مع سامويل، سامويل ألويت، تغيير كامل للاعب إذن في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. توصل الكرة إذن من جديد إلى حارس المرمى اللي شتتها بدوره. فيها خطأ إذن، الآن يونس علي أخرج فابيو سيزر، خروج فابيو سيزر. في خلل أكيد موجود، والله يعني قبل لا تنتهي المباراة في الشوط الأول بأربع دقائق يجري دييغو أغيري تبديل. الكرة إذن تلعب في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. رودريغو تباتا مع الكرة حاليا، تعود في منتصف الملعب من جانب ناثان أوتافيو، يلعبها من جديد في اقصى اليسار. الهجوم ياتي من جانب الريان، لكن المتابعه مش موجوده، بالخطا اقرب الى حارس المرمى اللي شتتها بدوره. رحمتي ابعد الكره الماضيه. الكره اذا تعود من جديد مع اللاعب حسين اشجاري. جواد نيكونام مجتبى جباري يلعب في اقصى اليمين. الكرة تتحول إذن من جديد في أقصى اليمين إلى منتصف في ملعب المباراة. هنا المحاولة إذن من جديد مع يونس علي في أول لمسة للكرة، يلعب باتجاه حمد إسماعيل. نتان الكرة إذن تتحول من جديد، يعني شوف الريان كاد أن يخرج من الشوط الأول خاسر 2-1، لأن في كرة اصطدمت في العارضة مرتين من جانب فريق استقلال طهران، والله ستر وسلم مرمى فريق الريان. وأتمنى أن الهدف اللي سجله الريان عن طريق ركلة جزاء يكون هدف دفعة معنوية، مش هدف وانتهى الموضوع نكتفي بالتعادل. افترض أنك على أرضك وما بين جمهورك تلعب تبحث عن الفوز بنقاط الثلاث، وحتى عندما تلعب خارج أرضك تبحث كذلك عن نقاط الثلاث، ولكن لم تستطع تحقيق النقاط الثلاث خذ لك نقطة واخرج بتعادل أفضل من الخسارة. الكرة تعود إذن مع دانيال جومو، دانيال جومو يلعبها إلى حامد إسماعيل. دانيال جومو في أقصى اليمين مع جومو من جديد. دانيال جومو، جومو يحاول المرور. رودريغو تباتا، الكرة إذن تتحول من جديد في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. الكرة إذن توصل من جانب الفارو، يحاول مرور الفارو، والتصدي من حارس المرمى مهدي رحمتي. رحمتي إذن يتصدى الكرة. شاهد من جديد محاولة إرسال الكرة، لكن شوف أربعة لاعبين ونيلمر متواجد كذلك، وسهل عند مهدي رحمتي في النهاية. الآن الصورة أوضح بالنسبة لجماهير الريان في ملعب المباراة. جمهور الريان يأمل
بأن يحقق فريقه النقاط الثلاث وأن يقدم المستوى الذي يشفع له ما خسر في دوري في الدوري القطري لكرة القدم من نقاط ومن نتائج كذلك وابتعد عن اللقب. هنا محاولة خطيرة مع استقلال طهران، العرضية، الكرة إلى ركلة زاوية. متسهرون إذن، الكرة إلى ركلة زاوية لصالح فريق استقلال طهران حاليا. شاهد هنا ركلة الجزاء، هو ارتماد حارس المرمى مهدي رحمتي كانت صحيحة لكن الكرة أسرع وأقوى من حارس المرمى. هنا الكرة تلعب وركلة الزاوية تنفذ التسديدة بعيدة إلى خارج الملعب. جواد نيكو نام في التسديدة الماضية إلى ركلة مرمى مع عمر باري. عمليات الإحماء تجرى من اللاعب من جانب اللاعب فرزاد هتمي. فرزاد هتمي الوقت الأصلي إذن في طريقه إلى نهاية، هو يمكن دقيقة ولا دقيقتين يحتسبها حكم المباراة كوقت بدل ضائع. بنشوف الحين كم دقيقة بيحتسب. ثاني وتافي يلعبها إلى الأمام، هو محاولة من حامد إسماعيل في أقصى اليمين، محاولة للمرور من حامد إسماعيل حاليا، الانطلاقة عرضية اللعب. يلا 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 يلا، طلب الكرة موجود، محاولة العرضية اللعب. وين 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 يا نيلمر، وين وين؟ دقيقة إذن وقت بدل ضايع. التفاهم في اللقطة الماضية كان خطأ. هنا حامد إسماعيل من جديد، محاولة المرور من حامد، عرضية ملعوبة، إبعاد بالرأس والكرة إلى أقصى اليسار. تشويونغ إذن يلعبها عرضية، هو التدخل بعد ذلك. يعني يا تشويونغ اللاعب قفز، ليش تسددها؟ شايف القفز، انتظر شوي، العبها بطريقة موه على الأقل، مثل أنك بتسدد وتلعبها عرضية. يا أخي يعني لاعب محترف فيه لازم يكون فيه شوي يعني سرعة بديهة عند اللاعب وهو محترف بالمناسبة. الكرة إذن تلعب إلى الأمام، ما فيها تسلل، ما فيها تسلل، هذه جول 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 ثاني لصالح استقلال طهران. يأتي يارش برهاني ويبرهن أن فريقه يستحق أن يسجل أهداف في ظل هذا التخبط الدفاعي. شوف شاهد، طالع 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 وركز وتابع وشاهد وشوف ماذا يحدث في دفاع الريان. يا أخي دفاع دفاع يفجع الواحد يعني من القهر والله، يعني للأمانة يفجعك. مشكلة محترفين 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 حاولوا مصيدة التسلل، فشلوا في مصيدة التسلل. وشاهد والأخطاء والأهداف تأتي بأسباب وأخطاء دفاعية. يا ريان يا ريان، إن شاء الله نشوف الريان بشكل مختلف في الشوط الثاني. إذن هنا يا أعزاء مشاهدي قناة الجزيرة الرياضية، يطلق حكم اللقاء بنيامين ويليامز نهاية شوط المباراة الأول بتقدم فريق استقلال طهران بهدفين مقابل هدف في عقر دار فريق الريان بالأستاذ أحمد بن علي. يعني بصراحة لما نتكلم عن الريان نتكلم يعني لحبنا الشديد لهذا الفريق، يعني نتمنى منه أن يحقق شيء أكبر حتى الأهداف التي أتت نتكلم عنها. إذن عدنا لكم من جديد مشاهدي قناة الجزيرة الرياضية مع شوط المباراة الثاني، الريان واستقلال، المجموعة الرابعة، الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا. والشوط الأول انتهى بتقدم استقلال طهران بهدفين مقابل هدف واحد. نقطة الأهداف التي سأتحدث عنها أن فريق الريان لم يتمكن من تسجيل الأهداف إلا عن طريق كرات ثابتة أو كرة واحدة ثابتة، ركلة جزاء تمكن من خلالها الريان من إحراز أهداف أو هدف واحد، في حين أن استقلال طهران استفاد من الأخطاء التي أتيحت من دفاع الريان وتمكن في النهاية من إحراز هدفين، هدف يعني في دقيقة 26 والهدف الآخر في الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الأول. الآن شوط المباراة الثاني،
الشوط الثاني طبعا اكيد ان دييغو اجيري له حسابات الخاصه، واتمنى يعني ان عدل الاوضاع وعدل بعض الاخطاء اللي كانت موجوده شاهدناها في الدقيقه 40، اجرى تبديل باخراج فابيو سيزر ودخول اللاعب يونس علي محله. هنا دانيال جومو مع الكره حاليه ملعوبه الى حامد اسماعيل، فقد الكره وتحولت الى ركله مرمى، الى ركله مرمى. شاهد اللقطة من جديد والمحاولة الماضية التي كانت قبل أن تتجه وتتحول الكرة إلى ركلة مرمى في النهاية لصالح استقلال طهران. الكرة إذن إلى ركلة مرمى حاليا. هذا هو المدرب الإيراني واحد، يعني الكابتن محمد عبد الجواد تحدث عن هذا المدرب أمير غولاني إذن كثيرا، ومدرب يمتلك الخبرة. الكرة إذن تلعب، أكيد كانت توجيهات، هو دائما هادئ يعطي التوجيهات، ويعتبر واحد من أفضل المدربين الحاليين في إيران. الكرة إذن، الكرة إذن من جواد نيكونام تلعب في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. نيكونام من جديد يلعبها إلى الأمام، الثالث الثالث الثالث، الكرة تلعب عالية خطيرة، التسديدة وتضيع. نفس الأخطاء الموجودة في الشوط الأول من ناحية الدفاع هي ما تغيرت، ما تغيرت. الريان حتى أوف سايد، تسلل ما يقدر يسويه. يعني هذا أعود دييغو أجيري، إن كنت لا تدري يا دييغو أجيري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. مو بعرف كيف التكتيك والوضع الحالي بالنسبة لدفاع الريان. يمتلك تشويون، يمتلك كذلك اللاعب دييغو، يمتلك اللاعب نثانو تافيو، يمتلك موتا هارون، يمتلك أسماء. ما تقدر، يعني هم محترفين، هم محترفين. شوف الفارو الأوروغوياني الآن خطأ إذن، وركلة المرمى أو رمية التماس عفوا تلعب، تتحول من جديد في الجهة اليمنى من ملعب المباراة لمصلحة برهاني، ينقلها إلى الأمام لكنها تنقطع. يونس علي يعيدها في أقصى اليسار، محاولات من جانب ريان لإعادة ترتيب الأوراق من جديد. الكرة إذن مع الفارو في منتصف الملعب، يونس علي إلى موسى هارون، توصل إذن إلى أوتافيو، نثان أوتافيو ليونس علي، يونس إلى أوتافيو من جديد في أقصى اليمين. هنا المحاولة إذن، كرة إذن تتحول من جديد في منتصف الملعب إلى الأمام، المحاولة لكنها مقطوعة، كذلك توصل من جانب لعب سامويل إلى الأمام ملعوبة، انطلاقة ممكن تكون خطيرة إن استغلها فريق استقلال طهران. هجوم سريع من أقصى اليسار، محاولة إرسال عرضية، العرضية تلعب لكنها مقطوعة كذلك. الكرة الماضية كانت من جانب اللاعب أكبر بور في اللقطة الماضية، توصل الكرة إذا من جانب الجواد نيكونام، ما يقطع الكرة، نيلمر يحاول المرور إلى تباتا ملعوب إلى الأمام، تضيع الكرة إلى ركلة زاوية تتحول. بنيامين أو بيجمان منتظري في الكرة الماضية، وشاهد من جديد نيلمر في المحاولة، وطبعا ردة الفعل تأتي من المدرب كذلك. ركلة زاوية مع رودريغو تباتا حاليا، تشويونغ في داخل منطقة الجزاء، الخطأ ينفذ، كرة ملعوبة وإبعاد سريع يأتي كذلك، تتحول كرة إذا مرة أخرى في الجهة اليسرى من ملعب المباراة، عرضية من تباتا تعود له من جديد، تباتا معها الكرة يحاول المرور والعرضية تلعب، الكرة تنقطع، تتحول إذا من جديد في الجهة اليسرى مع دانيال جومو حاليا الذي يمتلك الكرة، محاولة المرور. سقوط أرشا برهاني صاحب الهدف الثاني في هذا اللقاء، الإصابة إذن. ويليامز بنيامين ويليامز المدرب، شوف سقط وقام وسقط وقام وسقط في النهاية، شوف التدخل الذي يأتي من دانيال جومو والخطأ كذلك، الخطأ إذن، الخطأ إذن
في انتظار تنفيذه. من جانب الريان كرة اللحم في الجهة اليسرى من ملعب المباراة، تلعب الكرة إذن إلى الأمام، هنا المحاولة إذن توصل مرة أخرى، يونس علي يحاول الاحتفاظ بالكرة، توصل الكرة إذن من جديد في منتصف في ملعب المباراة لمصلحة فريق استقلال طهران. الهجوم يأتي بشكل سريع من جانب اللاعب شيبان أكبربور، يلعبها في أقصى اليمين باتجاه اللاعب خسرو حيدري، حيدري مع الكرة حاليا يرسلها في أقصى اليمين، توصل من جديد مع اللاعب هيتمان منتظري إلى الأمام، لكن التدخل من جانب تشويون، الكرة تحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس مع رودريغو التبات ينفذها بشكل سريع. هذا هو دييغو أغيري، الكرة إذا معدن يلقومه في الجهة اليمنى من ملعب المباراة، محاولة المرور التسديدة تأتي، الكرة ترتد في الدفاع، تتحول إذا إلى خارج الملعب أعتقد، إيه لا والله ما طلعت، تبقى مع دفاع أو لاعبي خط وسط فريق الريان. الكرة تتحول إذا من جديد في منتصف الملعب مع موسى هارون إلى ليونغ تشو، الكرة توصل من عبد الكريم العلي، يونس علي إلى كريم العلي من جديد في أقصى اليسار، يتحصل على خطأ، يتحصل على خطأ، كرة ملعوبة في الجهة اليمنى من ملعب المباراة، النقلة موجودة، دانيال جومو توصل إذن من جديد، يونس علي يلعب في أقصى اليسار، التدخل إلى التشكيل، المحاولة إذن مرة أخرى مع فريق استقلال طهران الإيراني، تنقل الكرات بالتشتيت يأتي كذلك بعيدة باتجاه حمد إسماعيل، محاولة خطف الكرة من جانب جيفان أكبربور الذي يحتفظ بالكرة، يحاول المرور من أقصى اليسار، تلعب إلى اللاعب سامويل، سامويل أمام اثنين، صار واحد مقابل واحد، الكرة سهلة عند عمر باري، سهلة عند عمر باري، الكرة إذن تتحول من جديد في منتصف في ملعب المباراة، كرة اللعب إذن في وسط ملعب المباراة، الهجوم يأتي من جانب الريان حاليا، رودريغو تباتا يلعب في أقصى اليسار، ريان أفضل نوعا ما في الشوط الثاني، تشويون الكرة إلى ركلة زاوية، الريان في الشوط الثاني أفضل نوعا ما عن حالة في الشوط الأول، بات يبحث عن تعديل النتيجة حاليا ثم سيفكر بإحراز هدف ثالث، ياخذ فيه نقاط الثلاث على الامل، ونامل ونتمنى ان يحقق الريان الفوز اليوم وخطف النقاط الثلاث. عبد الكريم العلي اذا يتسبب بخطا، طبعا في مارس في منتصف مارس 13 مارس يذهب الريان للهلال ليلاقي الفريق هناك، في 3 ابريل بيروح القطاره بيلاقي العين، مجموعه صعبه، مجموعه صعبه صعبه، الكره اذا تلعب من جديد في الجهه اليسرى من ملعب المباراه، محاوله المرور والهجوم ياتي كذلك من جانب فريق استقلال طهران، خطا في مكان خطير، يعني بيكون هذا اختبار لان ما شهدنا اخطاء من هذا المكان من جانب فريق استقلال طهران، هذه المرة سقوط اللاعب مجتبى جباري في اللقطة الماضية وركلة زاوية أو ضربة حرة لصالح فريق استقلال طهران الإيراني، الخطأ إذن، الخطأ إذن وضربة حرة لصالح فريق استقلال طهران، الخطأ مع مجتبى جباري إذن قائد الفريق، الخطأ إذن ينفذ ملعوبة عالية، جول، والهدف يقول حكم المباراة فيها التسلل، وأعتقد فيها خطأ كذلك، يا فرحة ما تكتمل، لكن هذا إنذار، هذا إنذار، إنذار يتلقى دييغو أغيري ولاعبي الريان من الوضع الذي سيحدث، شاهد من جديد هنا الضربة الحرة التي احتسبت، شاهد هنا التسلل،
نعم هنا التسلل، التسلل واضح كان موجود، التسلل واضح كان موجود، لكن هذا انذار. نشوف الحين تسلل المرة الجاية يمكن يكون هدف ثالث. الكرة إذن من حريف عمر الجادة وخطأ، إذن الخطأ إذن لصالح الريان. الخطأ إذن ينفذ والكرة تلعب في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. تحول إذن إلى الأمام بشكل سريع. تعود الكرة تتحول إذا مرة أخرى في وسط ملعب المباراة من جانب دانيال جوما. الكرة تتحول إذا مرة أخرى. متساهلون، محاولة إذا للمرور تتحول من جديد في الجهة اليمنى من حامد إسماعيل، لكنها تمر بعد ذلك. تعود إذا الكرة لصالح الريان من جديد مع يونس علي. يونس مع الكرة يتحصل على خطأ. يونس يتحصل إذا على خطأ. ضربة حرة مباشرة إذا لصالح الريان. شاهد من جديد رودريغو تباتا في تنفيذ الخطأ حاليا. الخطأ إذا في انتظار تنفيذه من جانب الريان. ورودريغو تباتا هل بيفرح القلوب والجمهور الرياني؟ قول ان شاء الله. ما تدري عن تباتا ايش بيسوي. يلا يا تباتا، تباتا اذا في تنفيذ الخطا يلعب تباتا. جول والعود احمد بن موسى هارون. الريان يسجل التعادل، اذا التعادل لصالح الريان. وموسى هارون يسجل التعادل. لاحظ الخطأ، هنا حدث الخطأ وتحصل على يونس علي. هنا تباتا نفذ الخطأ ولا شوف تباتا 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 رأسية، رأسيتين، واحدة من موسى هارون والثاني بالخطأ من جانب اللاعب حريف عمر زادة. وفي النهاية يأتي هدف التعادل لصالح الريان، وهدفين مقابل هدفين. الريان الآن يعود بالمباراة من جديد إلى نقطة البداية، وهو مطالب البحث عن الثالث. والشوط الثاني الريان بشكل مختلف كذلك يأتي ويتمكن حتى الآن من إحراز هدفين، يعني هدف الشوط الأول هدف الشوط الثاني، ويعود بالمباراة مرة أخرى إلى نقطة البداية. الكرة تنقطع توصل من جديد في الجهة اليمنى من ملعب المباراة، توصل مع لاعب منتظر يعيدها إلى حارس المرمى مهدي رحمتي. الكرة تلعب إذن إلى الأمام، تتحول من جديد في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. الهجوم يأتي من جانب استقلال طهران في أقصى اليمين، محاولة مرور من حيدري. حيدري يمر من الأول يلعبها وعرضية، الكرة إلى ركلة مرمى. ضاعت الفرصة الماضية، رأسية كانت من جانب اللاعب أكبر بور في اللقطة الماضية. شاهد من جديد خسره حيدري والعرضية الماضية وردة الفعل على ضياع الفرصة الماضية. ردة الفعل على ضياع الكرة الماضية من جانب اللاعب أكبر بور. ركلة المرمى إذن، ركلة المرمى إذن. شوف هذا هو الهدف الذي أتى في اللقطة الماضية لصالح فريق الريان، هدف التعادل. فرهاد مجيدي إذن أعتقد سيحل بديلا، بنشوف عمن أرش برهاني إذا يغادر ملعب المباراة. إذا برزان حاتمي يحل محل لاعب أكبر بور. برهان مجيدي هو من يدخل وفرزان حاتمي كذلك. حاتمي إذن تغييرين إذن
فرهاد مجيد إذن يدخل الآن ملعب المباراة. الكرة إذا تتحول من جديد في منتصف ملعب المباراة، تتحول الكرة إذا مرة أخرى في الجهة اليسرى من ملعب المباراة، تضيع الكرة من حامد إسماعيل. طبعا فرهاد مجيدي اللاعب صاحب 36 سنة، لاعب فريق الغراف السابق، ولاعب استقلال، ولاعب الأهلي، ولاعب النصر، ولاعب الوصل، هو لاعب المنتخب الإيراني. الكرة إذا تتحول من جديد في الجهة اليمنى من ملعب المباراة، الكرة تتحول بشكل سريع في أقصى اليسار، المحاولة تأتي كذلك، وسقوط وفي خطأ كذلك. في خطأ ليونغ تشو يتحصل على الخطأ. الخطأ إذا موجود. الخطأ إذا موجود، شاهد من جديد. الخطأ الماضي الذي كان، وردة الفعل هنا من جانب عمر باري. ضربة حرة إذا مباشرة لصالح الريان الباحث عن الثالث، يجيب تباتا، يتباتا، يسعد ويفرح القلوب الريانية. ما تدري ملعوبة، إبعاد سريع يأتي، المحاولة وتسديدة قوية بعيدة تبقى في منطقة الجزاء، التشتيت يأتي، المحاولة من تشويونغ، تسديدة من دانيال جوما، الكرة إلى خارج الملعب بعيدة، إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. 5060 متفرج موجودين اليوم، بس هذول مش كل جمهور الريان، في جماهير كثيرة من جانب الريان لم تأتي. الكرة إذا تلعب في الجهة اليسرى من ملعب المباراة، تتحول الكرة إذا من جديد. هنا المحاولة إذا مرة أخرى. كرة النقل إذا إلى الأمام في منتصف في ملعب المباراة، ملعوبة بشكل سريع إذا توصل من جديد في أقصى اليمين. الريان أفضل، الريان أحسن في الشوط الثاني، تباتا أو نيلمر في اللقطة الماضية تنقطع بشكل سريع، تتحول من جديد مع استقلال طهران الإيراني. السقوط والخطأ كذلك يحتسب. الخطأ إذا بعد سقوط اللاعب خسرو حيدري، دخول من يونس علي في الكرة الماضية. الخطأ إذا كان موجود، هذا هو يونس علي اللاعب الذي دخل في الشوط الأول في الدقيقة 40 محل لاعب فابيان سيزر، يعني تبديل لم يكن اضطراري لكن كان تبديل استراتيجي من جانب وتكتيكي كذلك من جانب المدرب دييغو أغيري. وأغيري يبحث عن الثلاث نقاط، ما يبحث عن نقطة ولا عن صفر، لا، باحث عن ثلاث نقاط. هو قادر، هو قادر بالعناصر الموجودة عنده، بعامل الأرض والجمهور، قادر على تحقيقها. الكرة إذن إلى رمية تماس لصالح الريان حاليا. استقلال طهران في الشوط الأول كان أفضل، الريان في الشوط الثاني هو الأفضل. عبد الكريم العلي يلعبها إلى ناتانو تافيو، ملعوبة في أقصى اليمين محمد إسماعيل. الكرة إذن تنقل بشكل سريع في أقصى اليمين ومحاولة المرور تلعب باتجاه اللاعب تباتا، إعادة الكرة إلى الوراء ليونس علي، يلعبها إلى ليونغ تشو. هنا المحاولة إذن من جديد، نيلمر دي سيلفا مع الكرة، يحاول المرور، يلعبها إلى تباتا، تباتا معها الكرة أمام مجموعة كبيرة من لاعبي فريق استقلال طهران، إلى حامد إسماعيل، فرصة كذلك، فرصة خطيرة من جانب الريان ضاعت. تابع وشاهد من جديد الكرة الماضية، حامد إسماعيل في العرضية، والكرة التي تحولت إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. كرة خطيرة كانت موجودة، طالت من الجميع، تحولت إلى ركلة مرمى مع مهدي رحمتي حارس المرمى الدولي الإيراني. إذا حسن أشجاري سيغادر ملعب المباراة حاليا.
اللاعب البديل هو علي حمودي. حمودي إذن هو اللاعب البديل مدافع. هو أخرج لاعب خط وسط وأدخل محل اللاعب علي حمودي المدافع صاحب 26 سنة ولاعب المنتخب الإيراني من 2008. الكرة إذا تتحول من جديد في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. طبعا استقلال إيران استقلال طهران أجرى التبديلات الثلاث كلها. هنا محاولة عرضية ملعوبة عالية إبعاد خطيرة 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 خطيرة. هذه ممكن ممكن أوه. الله سلم وستر والكرة إلى ركلة مرمى مجتبى جباري. شاهد من جديد الكرة الماضية الكرة الماضية والكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى مرت بجانب القائم الأيمن قبل أن تتجه إلى ركلة مرمى. شاهد من جديد الكرة الماضية التي كانت دييغو أغيري وهنا حامد إسماعيل كما كان بارزا في الصورة الماضية. الكرة مع البديل إذن علي حمودي. أربعة أهداف إذا لدينا بمجموعة كل حتى الآن 2-2 هي نتيجة. كرة توصل إذن من جديد في الجهة اليمنى حمودي 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 يحاول المرور. حمودي يلعبها عرضية والتدخل السريع يأتي من جانب موسى هارون. توصل الكرة إذن مرة أخرى مع عبد الكريم العالي. العالي يلعبها إلى منتصف ملعب المباراة مع فريق استقلال طهران في خطأ يحتسب لصالح الريان بنيامين ويليامز. كان يتابع اللقطة الماضية. الخطأ إذن الكرة إذن تلعب من جانب موسى هارون في الجهة اليمنى مع خسرو حيدري. طبعا حكم اللقاء 35 سنة يبلغ من العمر من وليد الرابع عشر من إبريل من عام 77. خطيرة الكرة تسديدة قوية تمر بجانب القائم الأيمن أو من القائم الأيسر إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. شوف حتى الآن الله الله ساتر على مرمى الريان من الشوط الأول وحتى الشوط الثاني. الله يسر يعني يعني وحافظ مرمى فريق الريان من أهداف. يعني في الشوط الأول كرتين متتاليتين في العارضة من جانب استقلال طهران. في الشوط الثاني أكثر من فرصة تمر بجانب القائم الأيمن أو الأيسر. يعني الفرص من جانب فريق استقلال طهران أكثر من فرص فريق الريان وأخطر حتى وأخطر. لكن المطلوب من فريق الريال هو التركيز أكثر وبناء هجمات صحيحة. الكرة إذا مع دانيال جومو إلى حامد إسماعيل عرضية اللعب ولكن الكرة إلى ركلة مرمى تتحول لصالح فريق استقلال طهران. الفارو في الكرة الماضية. الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. طبعا حكم اللقاء حكم في دورة الألعاب الصيفية في لندن 2012 حكم كذلك للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيل. حكم في كأس أمم آسيا. حكم في كأس العالم للأندية. حكم في كأس آسيا في دورة الألعاب الأسيوية. طبعا الأسيوية هنا محاولة تسديدة قوية وتصدي من حارس المرمى عمر باري في اللحظة المناسبة. هو يعمل اصلا مدرس تربيه رياضيه في كانبرا اللي هي عاصمه استراليا. يعني اغلب الناس يوم تقول لهم يعني ما هي عاصمه استراليا البعض منهم مباشره بيقول لك سيدني. لا خطا سيدني مش هي العاصمه عاصمه استراليا. لا كانبرا هي عاصمه استراليا.
لكن سيدني أشهر يعني بمينائها وبدور الأوبرا اللي فيها أكثر من سيدني، وهي من كامبارا من العاصمة، وهي من استضافة كذلك بطولة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2000. الكرة إذا تتحول من جديد في الجهة اليسرى من ملعب المباراة، الكرة إذا لخارج الملعب تتحول إلى رمية تمات. دييغو أغيري الأوروغوياني، والأمل حتى الآن موجود بالنسبة له. يونس علي يلعبها في أقصى اليمين، توصل بشكل أسرع مع حامد إسماعيل، يلعبها إلى أقصى اليمين. دانيال جومو مع الكرة حاليا أمام اثنين ومحاولة المرور، لكن الكرة في نهاية تنقطع، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تمس. شاهد دانيال جومو في اللقطة الماضية مر من أول لكن فقد الكرة في النهاية. كرة إذن في منتصف ملعب المباراة، تسوى حيدري، جواد نكونام، حمد إسماعيل. تحول الكرة إذن مرة أخرى من جانب الفارو إلى الأمام، ولكن المتابعة غير موجودة، هو تشتيت من حارس المرمى مهدي رحمتي. كرة خطيرة كانت موجودة من جانب الريان، والهجوم لا يزال متواصل من جانب الريان. حاليا الفارو يحاول يمر، يفقد الكرة، خطأ في مكان حلو، في مكان حلو لصالح الريان، سقوط الفارو في الكرة الماضية. الخطأ إذن موجود، شاهد من جديد الخطأ الماضي الذي كان هنا، المحاولة الماضية التي كانت، والخطأ إذن لصالح الريان حاليا في انتظار تنفيذه. الثالث عاد يتباتى، الثالث يتباتى. الخطأ الحالي أقرب من الأخطاء الماضية. رودريغو تباتى يستعد لتنفيذ الخطأ حاليا. تباتى إذن في تنفيذ الخطأ، تباتى يا تباتى، يلا يا تباتى، تباتى. الكرة إلى خارج الملعب، تلامس الشباك ولكن من الخارج. شوف فابيو سيزر في المتابعة من على المدرجات، شاهد من جديد الكرة الماضية على الشباك، تحولت إلى ركلة مرمى. مهدي رحمة إذن لف لعب ركلة المرمى، تتحول الكرة إذن من جديد في منتصف ملعب المباراة. هنا محاولة إذن من جديد في منتصف في ملعب المباراة، الهجوم يأتي والمحاولة تأتي كذلك من حامد إسماعيل. حامد يلعبها إلى الأمام، ممكن تكون خطيرة، استقبال بالصدر، هو تدخل إذن سريع من جانب دفاعي استقلال طهران الذي بات متراجعا كثيرا، يعتمد على المرتدات، يحاول الحفاظ على هذه النتيجة. فرهاد مجيد إذن وضربة حرة مباشرة تذهب لصالح فريق استقلال طهران، هذا هو فرهاد مجيدي بالكوع، عطاه الكوري الجنوبي يونغ تشو في الكرة الماضية. وطبعا فرهاد مجيدي سبق واللعب ضد الريان عندما كان لاعبا في فريق الغرافة على سبيل الإعارة. الكرة إذا تلعب إلى الأمام أقرب إلى حارس المرمى عمر باري، مرتاح نوعا ما في لحظة أو في الخمس دقائق إلى العشر دقائق القليلة الماضية. الكرة تتحول إذا من جديد إلى خارج الملعب إلى رمية تماس أخرى. رمية تماس إذن اللعبة، احتكاك وتداخل في اللقطة الماضية لتصل الكرة إذا من جديد في منتصف ملعب المباراة لصالح موسى هارون، يلعبها إلى ليونغ تشو، تتحول مرة أخرى إلى خطأ لصالح استقلال طهران حاليا. سقوط اللاعب علي حمودي وإصابته في الاحتكاك الماضي، شاهد من جديد دخول الماضي كان من عبد الكريم العلي. الكرة إذا تتحول مرة أخرى في أقصى اليمين، الهجوم إذا يأتي والمحاولة كذلك موجودة من أقصى اليمين، خسر حيدري الكرة إلى ركلة زاوية، ركلة زاوية إذا، ركلة زاوية إذا لصالح فريق استقلال طهران. ركلة الزاوية تلعب عالية ورأسية تأتي إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، تتحول سقوط لاعبين اثنين من جانب استقلال طهران.
ثلاث ركلات زاوية لكل فريق. شاهد من جديد الكرة الماضية التي كانت ركلة المرمى. إذن هذا هو اللاعب سامويل. اللاعب الذي لعب مع المنتخب الإنجليزي ما دون 21 سنة من عام 2001 حتى 2004، وعاد من جديد ليلعب مع المنتخب منتخب بلاد ترينيداد وتوباغو في 2009. طبعا من مواليد مدينة سان فرناندو هناك في ترينيداد وتوباغو. الكرة إذن تتحول من جديد في الجهة اليسرى من ملعب المباراة، تتحول إذا مرة أخرى مع حيدري. هنا انطلاق إذن سريعة تأتي في الجهة اليمنى، عرضية اللعب، استقبال أول وتحضير ثاني وتسديدة وتسديد تأتي بعد ذلك. الكرة تتحول إذن من جديد. طبعا ترينيداد وتوباغو الدولة التي تقع في جنوب البحر الكاريبي، تبعد 11 كيلومتر عن فنزويلا. هنا محاولة تبات إلى الأمام وضيع الفرصة من نيلمر. محاولة خطيرة كانت موجودة ومحاولة إحراز الثالث نيلمر دا سيلفا. البداية كانت رائعة والنهاية لم تكن بالشكل السليم، ولكن ركلة زاوية تتحول لصالح الريان. تفاهم بين تباتا وما بين نيلمر، وركلة الزاوية في انتظار تنفيذ اللعب عالية في داخل منطقة الجزاء. التشتيت يأتي كذلك، تتحول مرة أخرى من تباتا إلى جومو، يلعبها من جديد إلى حامد إسماعيل. إسماعيل إلى الأمام يلعبها، والتشتيت بالرأس يأتي كذلك. توصل مرة أخرى في الجهة اليسرى مرتدة سريعة مع استقلال طهران حاليا في منتصف الملعب. فرهاد مجيدي تتحول إلى حيدري، خسرو حيدري مع الكرة حاليا، تلعب باتجاه حمودي. حمودي مع الكرة إلى حيدري من جديد في أقصى اليمين، موسى هارون في التغطية. محاولة المرور حاليا تأتي، وخسرو حيدري يدور له عن صاحب وزميل، يحصل الصاحب. توصل إلى سامويل، سامويل يلعبها بشكل سريع باتجاه جواد الكلام اللي يلعبها في أقصى اليمين. حيدري خسرو حيدري يعيد إلى مرة أخرى. المحاولة إذا مستمرة، والسقوط والخطأ يحتسب لصالح استقلال طهران. ليتونغ يو إذا في عقد سامويل في انتظار إذا تنفيذ الخطأ. الدقيقة 79 إذا لشوط المباراة الثاني. بنيامين ويليامز من أدار افتتاحية اللقاء الذي جمع الفريقين في الموسم الماضي في مباراة الذهاب على هذا الملعب، والذي انتهى بفوز استقلال بهدف دون رد، هو من يلعب نفس المباراة، من يحكم نفس المباراة، لكن في النسخة الثانية التي تليها، يعني من بعد النسخة الماضية التي كانت، وهو الحال كذلك مع مباراة الذهاب. الخطأ ينفذ، الكرة ملعوبة عالية خطيرة إلى خارج الملعب، تتحول إلى ركلة مرمى في النهاية. كرة خطيرة كانت موجودة. بنيامين ويليامز شهد من جديد الكرة الماضية التي كانت. جانب من الجماهير الإيرانية التي تهتف لفريقها من الصغار والكبار. عمر باري ينفذ ركلة المرمى، تتحول الكرة إذا من جديد في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. تنقل بشكل سريع والهجوم يأتي كذلك بجانب استقلال طهران. آخر 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. الكرة تتحول إذا مرة أخرى في الجهة اليمنى من ملعب المباراة، تنقطع، تعود من جديد مع فريق استقلال طهران. المحاولة للهجوم والكرة تنقطع بعد ذلك، تتحول مرة أخرى في أقصى اليسار. تشويونغ يلعبها وإبعاد بالرأس، توصل الكرة مع خسرو حيدري. حيدري يعيدها إلى منتصف ملعب المباراة. محاولة الحفاظ على الكرات
بكل الوسائل والطرق. كرة إذن إلى خارج الملعب إلى رمي التماس. ألفارو إذن في الكرة الماضية. تيونغ تشو إذن ورمية التماس حاليا في انتظار تنفيذها. تلعب الريان حتى الآن يعني هو مطالب يعني أن يسجل هدف، لكن أداء تحسن بكثير عن حالة في الشوط الأول، وكأن عامل الثقة يعني زادت عند لاعبي الريان. هنا محاولة إذا من جديد، حامد إسماعيل يحاول المرور الكرة إلى خارج الملعب. التشتيت يأتي بشكل سريع من جانب اللاعب أمير حسين صديقي في الكرة الماضية. رمية التماس إذا أو ركلة زاوية جانب من جمهور الريان. إذا أوتاباتا ينفذ ركلة الزاوية ملعوبة في أقصى اليمين، عرضية اللاعب الحامد إسماعيل عالية سهلة عند حارس المرمى. محاولة كانت موجودة من نيلمر دي سيلفا. ركلة المرمى إذا تلعب عالية، إذا توصل الكرة إذا مرة أخرى في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. انطلاقة سريعة والسقوط يأتي والكرة تعود لصالح الريان، الفريق الذي يبحث عن أي لاعب في الأمام، لكن الكرة تنقطع من نيلمر. توصل إذا من جديد إلى خارج الملعب وإلى رمية التماس. عبد الكريم العلي إذا فقد الكرة الماضية. شاهد من جديد المحاولة الماضية التي كانت تلعب الكرة إذا بشكل سريع في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. الهجوم يأتي، أوه في خطأ، ضربة حرة إذا وإنذار يتلقى الفارو. الفارو يتلقى إنذار وضربة حرة مباشرة لصالح استقلال طهران. شاهد ما الذي حدث، الدخول الماضي على اللاعب مجتبأ جباري. ضربة حرة إذا تحتسب، وابتسامة حكم اللقاء الأسترالي. مجتبى إجباري إذا في انتظار إذا تنفيذ الخطأ حاليا من اللاعب قائد الفريق. هو اللاعب الذي تحصل على الخطأ مجتبى إجباري. الحكم يأمر بتنفيذ الخطأ. ملعوبة الكرة إذا تسديدة، يبعد سريع. ركلة جزاء. الله ستر في البداية والعارضة ضربت الكرة، لكن الحين ركلة جزاء تحتسب لصالح فريق استقلال طهران. وشاهد ما الذي حدث، الخطأ الذي نفذ، التسديدة الأولى، إبعاد. هنا الكرة مثل ما حدث في الشوط الأول ولمسة اليد على حيدري. الآن ركلة الجزاء في يد حامد إسماعيل والكرة تذهب إلى ركلة جزاء لصالح فريق استقلال طهران. آخر 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني، والآن خروج أعتقد اللاعب عبد الكريم العلي، أعتقد في تبديل بيكون من جانب فريق الريان. غيري يجري التبديل مع ركلة الجزاء. اللاعب البديل أحمد علاء الدين هو اللاعب البديل الذي يدخل من جانب فريق الريان، لاعب شاب. وركلة الجزاء لصالح استقلال طهران الإيراني خطيرة. ركلة الجزاء مع جواد كونام في تنفيذ ركلة الجزاء الدولي الإيراني. إذن الباحث عن الثالث والنقاط الثلاث. ركلة الجزاء جواد كونام. جول ثالث لصالح استقلال طهران. خلع الجاكيت والثالث لصالح استقلال طهران الإيراني. يأتي في مرمى عمر باري إذن
أهداف مقابل هدفين وركلتي جزاء لدينا في هذا اللقاء، واحدة للريان واحدة لاستقلال طهران. وتشاهد من جديد هذا ما حدث هنا العرقلة، يعني ما كانت على مستريد، أعتقد على العرقلة كانت ركلة الجزاء. شوف اللقطة الماضية وتسديدة جواد نكونام، الكرة إلى الشباك ومنها هدف اللقاء الثالث. 5 أهداف لدينا بمجموع كل 3 منها لاستقلال طهران الإيراني، والريان 2. اللاعب الدولي لاعب أوساسونا السابق ولاعب استقلال، وبداية أصله كانت مع فريق استقلال طهران. هنا ردة الفعل طبعا تأتي من الجماهير، الفرحة الكبيرة طبعا، ومجموعة صعبة فيها الهلال فيها العين وفي هذا الفريق الذي حقق بطولة الدوري الإيراني حاليا. هنا محاولة تتحول من جديد في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. الملاحظ أن فريق استقلال هو من يتقدم في البداية، يأتي من جديد فريق الريان ليعادل النتيجة. هنا محاولة خطيرة، جول من المرجة سلبا، التعادل باللحظة وفي اللحظة المناسبة للمرجة سلبا يسجل التعادل. التعادل والرد السريع يأتي من المرجة سلبا، الريان لا يستسلم، يسجل الهدف الثالث. يا فرحة ما تمت، التحضير رائع والهدف جميل، واللحظة التي أتى فيها الهدف أجمل وأحلى بثالث أهداف اللقاء. 6 أهداف لدينا في هذا اللقاء، 3 الريان 3 استقلال طهران. والغريب العجيب، يتقدم في البداية استقلال طهران يعادل النتيجة، الريان يتقدم استقلال يعادل الريان، يتقدم استقلال يتعادل الريان، عاد الرابع من بيجيبه أو أن المباراة بتنتهي بهذا الشكل. يلا يا الريان الرهيب، محتاج الرابع، هجمة سريعة تأتي مجالب فريق استقلال طهران في منتصف الملعب، ملعوبة والمحاولة إذا مستمرة من أقصى اليسار، العرضية تلعب وإبعادها السرع، يأتي محاولة خطيرة، إبعاد أول والثاني، الرأسية والتصدي من حارس المرمى عمر باري. لحظات والله تخوف، لحظات تخرع تخرع تخرع. يلا 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 يلا، روح روح يا ثبات، روح 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 روح، كملها. ضاعت ضاعت ضاعت، التعامل ما كان بالشكل السليم. يلا يا قومو يلا يا قومو، في أقصى اليمين حاليا قومو يلعبها إلى حامد إسماعيل، في أقصى اليمين إلى قومو مرة أخرى، المحاولات لا تزال مستمرة. الكرة إلى رمية التماس تتحول لصالح فريق الريان، رمية التماس مع استقلال طهران تلعب، والمحاولة إذا مستمرة، الكرة تتحول لركلة مرمى، ركلة مرمى. إذن لحظات أخيرة، لحظات تخرع، أنا قلت لك شاهد الهدف كيف أتى، تناقل 3 كرات بشكل رائع وسريع نيلمار دي سيلفا، التوقيع النهائي والأخير من دي سيلفا بالثالث إذن لمصلحة فريق الريان. الريان في الشوط الثاني بشكل مختلف، أفضل بكثير وبمراحل حتى من الشوط الأول. الفرحة بالهدف الثالث، نعم أجيري تأخر في إجراء بعض التبديلات، ولكن في النهاية الأهم من هذا وذاك وفوق المستوى طبعا، الأهم هو النقاط الثلاث والأهداف. نعم القائم أبعد أكثر من 3 كرات خطيرة كادت أن تتسبب بأهداف على فريق الريان، ولكن في النهاية الريان يعني حتى الآن متعادل هو مع فريق استقلال طهران. وبالمناسبة استقلال طهران هو من سجل أهداف التقدم. الكرة إذا تلعب من جديد، الكرة إذا الكرة إذا تلعب في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. كم دقيقة وقت بدل ضايع تسبب حكم المباراة؟ طبعا الوقت الأصلي انتهى، ندخل في الوقت بدل الضايع. إذن عندنا 6 أهداف في هذا اللقاء حتى الآن، 5 دقائق
دقائق وقت بدل ضائع لشوط المباراة الثاني يحتسبها حكم المباراة. فيها أمور كثيرة أكيد. هنا هجوم سريع يأتي حمودي يلعب عرضية خطيرة. مرت ضاعت. الله سلم وستر في الكرة الماضية. شاهد من جديد حمودي في العرضية الماضية والرأسية الأولى ضاعت. فرهد مجيد يحاول بالرأس، لحس الكرة بالرأس بس، وهنا الاستكمال بعد ذلك يأتي والفرصة ضاعت في النهاية على فريق استقلال طهران. علامة استفهام على دفاع الريان، على أجيري أنه يعيد ترتيب دفاعات الريان من جديد خاصة للمباريات القادمة. هو يلاقي فرق مش سهلة، فرق صعبة، فرق سبق وأن حققت هذه البطولة، يلاقي إضافة إلى هذا يعني كل المجموعة اللي هو فيها حققت هذه البطولة باستثناءه. هنا ركلة الضرب الحرة، الرابع ضاع من جانبنا المردة سلفا، الرابع ضاع من المردة سلفا. ركلة الزاوية اللعبة خطيرة خطيرة خطيرة. يلا جول 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 جول. الرابع ضاع مرة من نيلمر ومرة من تباتا. شاهد المحاولة الماضية ولاحظ التسديدة التي أتت، مرت بجانب القائم الأيمن. الريان في هذا الأداء وفي الشوط الثاني بهذا الشكل يطلع وبهذا الشكل يمثل الكرة القطرية في الشوط الثاني أمام يعني فريق سبق وأن حقق البطولة مرتين في هذه البطولة. الكرة توصل إلى اللاعب سامويل، يلعبها في الجهة اليمنى من ملعب المباراة باتجاه اللاعب أكبر بور، يلعبها إلى اللاعب خسرو حيدري. الفارو كان في المراقبة. الكرة إذن إلى رمية تماس لصالح فريق الريان. بسرعة يا الريان، نبي الرابع. شاهد اللقطة الماضية التي أتت ولاحظ الكرة الجميلة والهدف، يعني هذه الفرصة ضاعت. نيلمر من نفس الزاوية من نفس المكان سدد، لكن حارس المرمى مهدي رحمتي أبعد الكرة الماضية. هنا انطلاقة أخرى، تباتا راح أمام خمسة ستة، يحاول يلعبها إلى حامد إسماعيل. انطلاقة سريعة يتقدم ورأسية من تباتا إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى تتحول تباتا في المحاولة الماضية. نيلمر تباتا يتحركون بشكل رائع وجميل. الكرة تعود من سامويل، يلعبها في أقصر يسار، تعود إلى سامويل من جديد. آخر إذن دقيقة وثلاثين أو أربعين دقيقة الثانية على الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني. الكرة توصل إذا من جديد مع لاعب خسرو حيدري. حيدري المدافع من الأصل الذي يتقدم حاليا، الكرة تتحول من جديد في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. توصل إذا مرة أخرى مع علي حمودي، العرضية تلعب وإبعاد مليون جاتشو، تتحول إذا مرة أخرى في أقصى اليسار باتجاه لاعب جواد كلام. حاليا الكرة تتحول مرة أخرى باتجاه اللاعب منتظري، يلعبها إلى الأمام منتظري. الهدف غالي على اللي بسجل اليوم، وحاليا محاولة أخرى ليونجاتشو يشتت الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. الثواني الأخيرة على نهاية الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني. عرضية اللعب وإبعاد سريع، أخطر الكرة الآن، أبعدها في اللحظة المناسبة دانيال جومو، وفي ضغط واضح وفي لمسة يد اعتقد كانت على سامويل، لكن حكم المباراة يقول ما فيها شيء. الكرة تتحول مرة أخرى مع استقلال طهران. الكرة إلى خطأ وبنجامين ويليامز يشهر البطاقة الصفراء حاليا. دقائق صعبة واللاعب أحمد علاء الدين يتلقى الإنذار بعد الدخول الماضي. شاهد من جديد، خلاص الوقت بدل الضايع في طريقه إلى النهاية حاليا. وقاد الفريق مجتبى جباري، الله يستر أنا أقول الله يستر. الضربة الحرة لصالح فريق استقلال طهران ملعوبة، إبعاد سريع لا تزال خطيرة في داخل منطقة الجزاء. تتحول مرة أخرى في أقصى اليسار حاليا مع سامويل، حاليا يلعبها عالية إلى الأمام. فيها صافرة
صافرة فيها خطأ. الله ستر الله ستر الله ستر الله ستر. الهدف الرابع يلغى الهدف الرابع يلغى. الله سلم وستر في راية وفي صافر. أعتقد كان في احتكاك أصلاً على يأن أنذار يأن تسلل يأن احتكاك مع حارس المرمى. الخطأ الماضي الذي كان من جانب اللعب حاتمي. شاهد 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 هنا الدفعة هنا الخطأ. حكم الراية كان قريب من الكرة الماضية وعمر باري مع ركلة المرمى. خلاص الوقت انتهى والدقيقة السادسة حاليا بندخل الدقيقة السابعة ونقطة لكل فريق إذن في هذه المباراة في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا. بنيامين ويليامز إذن أيها الأعزاء يطلق نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة من جانب الريان واستقلال طهران. إذن في مباراة رائعة شهدت ستة أهداف وشكل ونوع ولون مختلف للريان في الشوط الثاني. حتى ألتقي بكم إن شاء الله في مباراة قادمة. تقبلوا تحياتي.